أكدت أستاذ القانون العام المساعد ووكيل كلية الحقوق جامعة الإسكندرية الدكتورة ميادة عبد القادر أنه تم بحث قانون مباشرة الحقوق السياسية وتعزيز مشاركة الناخب في العملية السياسية. وأوضحت عبد القادر أنه تم عرض العديد من الأفكار التي تساعد على تشجيع الناخب للمشاركة في الانتخابات، وفي مقدمتها عملية التصويت الإلكتروني. الحقيقه النهارده الجلسه اتعرضت بالفعل لقانون مباشره الحقوق السياسيه، كانت مركزه على جانب هام في هذا الموضوع وهو تعزيز مشاركه الناخب في العمليه الانتخابيه. والحقيقه اتعرضت مختلف وجهات النظر وكتير من الافكار اللي هي بتحاول تعزز مشاركه الناخب في الانتخابات، ومنها ازاي نقدر يعني طرح فكره التصويت الالكتروني، وطرحت افكار متعلقه ببعض التعديلات على القانون متعلقة بفرز الأصوات وبإعلان النتائج بحيث تحقق شفافية أكبر وبتخلي فيه ثقة أكبر من الناخب في العملية الانتخابية.